الو، الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. في دير اخي سعيد؟ والله الى الحياة السعيدة. لا والسلوات، تفضل. شكون معايا؟ معك اخويا عبد الحق من مدينة المحمدية. وعبد الحق والناس المحمدية، مرحبا. الله يكبرني. شحال السن ديالك يا عبدو؟ شحال؟ 22 22 سنة. شنو الاسم ديالها وفين ساكنة؟ سميتها حسنية، من مدينة مراكش، 18 سنة. حسنية و18 سنة من مراكش. مأكد عندها 18 سنة؟ عندها 18. شحال نتوما على علاقة عبد الحق؟ دابا تقريبا شي شهرين بزاف. شحال هادي ما تشوفتو؟ لا عاد باقي غنشوف ان شاء الله. اه، الحب الويفي. حب الويفي واخ، ناويها للزواج؟ ان شاء الله. الله يسخر. واخا، عطينا الرقم ديالها. زيرو قيد السي عبد الحق. زيد 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 زيد. الو، السلام عليكم اختي حسنية. الو الو اختي حسنية، لاباس عليك؟ اش اخبارك؟ العائلة، الخوت، كل شيء تمام؟ الحمد لله. حسنية، 18 سنة، من مدينة مراكش، معك سعيد خربوش من برنامج إهداءة الليل. شرف لنا انك تكون معنا في البرنامج حسنية، مرحبا بك. الله يكبر بك اختي حسنية، شكرا لحسن الاستقبال والروح المرحة باش استقبلتينا. حسنية، البرنامج ديالنا كما هو معروف، كما هو متداول على السوشيال ميديا، برنامج المفاجآت الليلية. عزيز عليك شي مفاجأة حسنية؟ نعم؟ اوكي، نيت عندنا لك واحد المفاجأة زوينة بزاف. على العموم، شارك معنا واحد الشخص في المسابقة اللي عندنا في البرنامج اختي حسنية، وربح معنا واحد الهدية اللي هي بسيطة، وللأسف الهدية ما كيديهاش الفائز. كيف رد عليه قانون البرنامج يهديها لشي شخص كيكون عزيز عليه في حياته، كيكون عنده معاه ربما شي علاقة أو شيء من هذا القبيل اختي حسنية. وهذا الشخص هذا ما اختار إلا الاسم ديالك، وفي نفس الوقت طلع معنا على المباشر، ربما بغى يقول لك أكثر من هذا الشيء هذا اللي قلت لك. أنا غادي ندوزو لك. أوكي. ألو أستاذ، باقي معنا؟ ألو أستاذ، وي باقي معنا؟ أوكي، الصوت ديال حسنية هو هذا. الله يخليها لك يا حبيبي. للإشارة اختي حسنية، الشخص هذا كيأكد لنا بأنه معك على علاقة حب، ربما هادشي اللي قال، كتلاقاو مرة كتواصلوا، عايشين الحب والحياة السعيدة، وكيأكد لنا بأنك عندك واحد الميول من جهة اختي حسنية، وفي نفس الوقت بغى يقول لك كنبغيك بزاف. كنظن عرفتي شكون هو حسنية. كنظن عرفتي شكون هو حسنية. يلا، قبل ما نقول لك شكون، شكون اللي جا في بالك يكون مثلا؟ شكون هو هذاك؟ شكون اللي جا في بالك يكون؟ هو هذاك اللي معاه، ومالك مخلوعة؟ شنو كيعني لك عبد الرحمن؟ شنو كيعني لك في حياتك عبد الرحمن؟ الله يخلي لك عبد الرحمن، تفضل السي عبد الرحمن. الو الو الو، اختي حسنية بعد اختي مصداع وهدر مع السيد. تبارك الله عليك. هيا بخير ولا خير؟ شكون هو عبد الرحمن؟ شكون عبد الرحمن؟ شكون عبد الرحمن؟ الو، ادوي مالك يا زيد؟ ما كان في شي زين. تبارك الله عليك انت وعبد الرحمن، الله يكمل عليك بالخير. الله يعاونك، الله يسهل عليك. معك عبد ولا؟ ها؟ انا بقى ما عرفتك يا استاذ. ما عرفتنيش. كنت تقول ما حول يا اخويا، كنت صدقت الثقة والله العظيم. يلا تفضل شي كلمة عبد الرحمن. عبد الحق، شكون نقول لأخويا الله يسهل عليها و
قدم بلوكي دابا الله يعاونك. عرفتي شكون اللي معاك حسنية؟ عبد الحق، عبد الحق. واش عبد الحق؟ ما عرفتش عبد الحق. الو عبد الحق، الو عبد الحق. كنت هيك نقول لك ما عرفتك شي كاع. بالكراطه. بالكراطه اخويا. لا ما عرفتوش. ما عرفتوش. هو معك، هو معك اختي حسنيه. يلا هو معك. يلا هذا هو حبي، هذا كان بغيك. قلت لي هذيك تقول لي ديما كان بغيك نتلاقى وطنطن. والله يعطينا وجهك وقسما بالله. انا كنت غادي معاك بمية. هذا قال لك كما تدين وتدان. سمعتيني؟ بارك هذه مزيان. انا الله يعاونك اخي سعيد وتهلا في راسك والله يسهل عليك. شي كلمة أخيرة سي عبد الحق؟ ما تنقول لا أخو الله يسهل عليها. شنو نقول؟ كنت غادي كنت ناوي بلان أخر تصدق بلان أخر أخويا. شنو أنت؟ حسن يا الشخص ما كيعني لك والو؟ هاد السيد هذا ما كيعني لك حتى حاجة؟ أنا ما عرفتهاش. شي واحد كتواصل معاه في التليفون وكتبغيه وكيبغيك وكذا من المحمدية. معرفتوش مرة. معرفتوش عبد الحق. تزيد ولا بارك عليك عبد الحق. ألو عبد الحق، ألو عبد الحق. تصدم مسكين هذا. مش ألو عبد الحق. ألو. أخويا. راهي يا أخويا. راهي يا أخويا. ما نديرو. ها؟ والله الا نكراتك في مره يا خويا. قلت لك ما كنعرفك شي كاع. الله شي مشكل. تحياتي لك يا سي عبد الحق ولا حول ولا قوة الا بالله. يلا تحياتي لك حبيبي. السلام عليكم. نعم. تم القصف بنجاح. إخوة الأخوات أروع تحية لكم كاملين. اللي باقي ما بارطاج هذيك شمسة العشية اللي كاينين في سميتو في لاباج. حاولوا الخوت ديروا جيم كومونتير وبارطاجيو أكثر عدد ديال الكومونتير. خوت رانا كنقراهم، كنقرا لي كومونتير كاملين. حاولوا ديروا أكثر عدد ديال لي كومونتير وجيم في ديك شمسة العشية اللي كاينين في الصفحة.